السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو قاعد أتجوز، تعرف البنت يعني بس هي بتحبني أقول لها يا سوسو حبيتها يا أبو والله أكثر من أمي وأبوي، بس أنا ما أبوي يوافق. قلت الناس في العادة بتحب الحاجة الحلوة من حبيبها، الحاجة اللذيذة الظريفة الجميلة الطريفة اللي كلنا نكون مبسوطين منها، الحاجة اللي تزعلنا ما تفكرش فيها. لما نيجي نفكر في الجواز، لا، شهر العسل، الجمال، اللذاذة، الخروجات، مش عارف ايه الكلام ده، الحاجة الحلوة. طب الحاجة الوحشة اللي يا جدعان محتاجين نعرفها علشان نعمل حسابنا علشان نتحمل مسؤوليتها؟ لا. اللي حصل اليومين اللي فاتوا ان كان في ترند على جروب للدكاترة اتشهر جدا وصدم ناس كتيرة جدا. حد ضرب في دماغه كده، يا جدعان نزلوا صورتكم بعد الطلاق، حاجة مجنونة شوية كده، والناس ما كانش متخيلة ايه اللي هيحصل. نزلت صور زي الفل مع قصص مأساوية جدا لناس فعلا، يعني محدش كان متوقع ان الشخصيات دي ممكن فعلا تتطلق في يوم من الايام. ليه حصل كده؟ الناس رمت الموضوع كله على الرجالة وقالت أشباه الرجال، ورجالة مش متحملة المسؤولية، ورجالة فعلا ما تربتش أصلا ولا تعودت على حاجة وكلام ده. افتكرت بوست من يومين كان نزل، في واحدة كانت نزلت صورة لآسر ياسين وكتبت عليه هي دي الرجالة ولا بلاش بدل الصندل اللي أنا متجوزة. في واحدة حرباية راحت واخدة الصورة كده بطريقة أو بأخرى، راحت موصلة الصورة دي مع اللي قالته لجوزها. جوزها بعد يومين راح منزل بوست في سكرين شوت لقسيمة الطلاق وقال لها مع السلامة. للأسف في حاجة غريبة بتحصل في مجتمعنا اليومين دول، للأسف جيلنا مضحوك عليه بصورة أو بأخرى بحاجات لا تمت إلى الأساس بصلة الحياة في اتجاه، واللي بيحصل لنا في اتجاه تاني خالص. الميديا بجميع انتاجها بتوجهنا لحاجة تانية خالص غير الاساس اللي المفروض نكون عليه. يا جدعان في مشكلة في التفكير، في مشكلة في اساس بناء الاسرة. الجواز عمره ما كان بدباديب حب، شاب صورته حلوة، بنوتة جميلة، لبسها، جسمها، شياكتها، كذا كذا، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. البيوت لن تقوم ولم تقوم في يوم من الأيام على الاختيارات اللي احنا بنختارها دي. في حد علق وعمل على الهاشتاج ده، كتب فيه اختياراتنا كلها طلع بلح، اللي اختار عن الحب اتطلق، واللي اختار عن كليات القمة والاختيارات اللي هي على الجاه والسلطان وكذا وكذا كلها طلعت خطأ. يا جدعان حد فكر نرجع للأساس بتاعنا؟ حد فكر يرجع لأساس اختيار الزوج، لأساس اختيار الزوجة؟ حد فكر يرجع للدين؟ هنفضل لحد امتى نتجاهل الحاجه الاساسيه؟ لحد امتى هيكون قدامنا الكتالوج المظبوط ونروح لكتالوج تاني خالص؟ لحد امتى هنتجاهل الدين في اختيار الزوج؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لحد امتى هنتجاهل اختيار الزوجه؟ فاصفر بذات الدين. لحد امتى عمالين نروح للحاجات التانيه ونسيب الحاجه الاساسيه؟ كان في شيخ اتسال سؤال جميل جدا واجابته كانت اجمل، يا شيخنا من هو الزوج الصالح؟ فقال الزوج الصالح ومن يعتبر زوجته شيئا من الدين سيحاسب عليها يوم القيامة. عمره ما هي ما يحط في دماغه حاجة زي كده واحد بيفكر في الجمال. الجمال مطلوب والمال مطلوب والجاه مطلوب، كلها مطلوبة بس بعد الدين. الدين عشان برضو ناخد بالنا هو أساس في الاختيار وليس ضامن، أساس في الاختيار وليس ضامنا لنجاح الزواج. ياما ناس كتيرة متدينة اتجوزوا وعادي جدا اتطلقوا، مفيش مشكلة من كده، لأن في الوقت ده فعلا بيكون ابتلاء من عند ربنا وبيكون فعلا اختبار ياما للزوج ياما للزوجة.
حاجات تانية معينة، ولنا في قصة سيدنا الزبير بن العوام والسيدة أسماء بنت أبي بكر، محدش هيجي زيهم. سيدنا الزبير بن العوام هو حواري رسول الله، وله من المناقب في الإسلام حاجات عالية جدا، ومن من العشر المبشرين بالجنة. والسيدة أسماء كلنا عارفين السيدة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، الاتنين دول محدش هيتكلم عن دينهم، ومع ذلك في الآخر برضو حصل طلاق، لأن دي حياة عادي جدا ان يحصل فيها مشاكل، وعادي جدا ان هو يحصل فيها ابتلاءات. بس الاساس اللي يوم القيامة، وان فعلا في حياتنا هنقول يا رب احنا اخترنا زي ما انت قلت، زي المال بالظبط. المال ممكن نخسره سواء جاي من حرام او جاي من حلال، بس فرق شاسع ما بين ان انا اخسر المال واتسأل عليه وهو جاي من حرام وهو جاي من حاجة غلط زي الجواز. الفرق ان انا لما اتسأل عليه ان انا فعلا ضيعت حياتي علشان اختياري كان خطأ، تمام، وفرق شاسع ان هو يكون ابتلاء من عند ربنا، وان فعلا انا عملت اللي عليا بس ربنا مقدر كده لاسباب يعلمها الله. محتاجين نفكر في طريقة تفكيرنا، محتاجين نرجع للحاجة الاساسية اللي بيها حياتنا هتكون احسن. غير كده كل حاجة طلعت بره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.